السلام عليكم متابعي قناة مجلة الأسرار، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف تربح من استثمار الأموال من خلال الإنترنت؟ نحن هنا لن نشرح لك أي موضوع يتحدث عن ربح المال عن طريق الفوركس أو أي شيء يتعامل مع البورصة والخسارة والربح، ففرصتك للربح من خلال هذا النوع من الاستثمار هو 99.99%، وليس هناك أي سبب يدعو للخسارة إلا إن لم يكن لديك علم بما ستستثمر فيها. فهذه طريقة لمن يمتلكون فائدا ماليا ويريدون استثماره وتحقيق ربح من خلال الإنترنت. الاستثمار على الانترنت يشبه إلى حد كبير الاستثمار على أرض الواقع في مشروع مربح، فهو يعني بشكل عام استخدام الأموال بطريقة ذكية لتوليد عوائد جيدة مثلما على أرض الواقع. هناك الكثير من الطرق لاستثمار الأموال عبر الانترنت، وهذه القائمة قصيرة بثلاثة قطاعات رئيسية: الاستثمار عن طريق الشراء ثم البيع مع تحقيق هامش ربح. يمكننا أن نرى الاستثمار على الإنترنت في هذا النوع بوضوح جدا في حالة التجارة في أسماء النطاقات للمواقع. اسم النطاق هو الجزء الفريد من رابط الموقع مثل youtube.com. أيضا هناك من يتاجر في مواقع الويب نفسها عن طريق الموقع الشهير فليبا. يمكنك بيع وشراء المواقع أو أسماء النطاقات. شراء المشروعات الواعدة. هناك الكثير من المشروعات الذكية التي ظهرت في الآونة الأخيرة التي تم شراؤها من قبل حيتان الإنترنت، مثل تطبيق واتساب والذي قام فيسبوك بشرائه، وموقع soc.com الذي قام أمازون بشرائه. في الحقيقة للاستثمار في المشروعات الواعدة ليس من الضروري أن تمتلك رأس مال يقدر بمليارات الدولارات، ولكن الاستثمار موجود دائما بكل الأحجام. تبني العقول الواعدة. هناك الكثير من الأفكار الإبداعية الرائعة التي تظل حبيسة العقول لأنه ليس هناك من يتبناها ويحولها لحقيقة. يمكنك الوصول لأحد أصحاب هذه العقول والاستثمار معه في تنفيذ فكرته وتحقيق أرباح خيالية، ولكن عليك التعامل بذكاء وحكمة للوصول للشخص المناسب، ومن ثم قياس فكرته على مقياس الاستثمار العملي والتأكد من ربحية الفكرة قبل أي شيء، وذلك بدراسة جدوى. هنا تجدر الإشارة: هذه طريقة للربح من الإنترنت ليست للجميع، كما أنها تحتاج إلى شخص ذكي يستطيع استخلاص الاستثمار الرابح من وسط الاستثمارات الخاسرة، ولكن على أي حال إنها واحدة من طرق الربح من الإنترنت التي يمكنك تحقيق ملايين الدولارات منها، وخصوصا في مستوياتها الضخمة. لكننا نعيد التحذير، لا ندعوكم للاستثمار مع الشركات التي تخدعكم والتي تقول لكم إن دفعتم كذا وكذا من الدولارات غدا ستربحون كذا وكذا من الدولارات، كلها شركات نصابة. وإن نظرنا إلى هذه الطريقة من جانب الشريعة الإسلامية فسنجد أنها محرمة لأن فيها هامش للخسارة والربح. نشكركم على المتابعة ونتمنى لكم حظا موفقا، وندعوكم للاشتراك في القناة. وإن نال محتوى الفيديو إعجابكم فشجعونا بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي يستفيدوا أيضا، لعلك تفتح بابا للرزق لأحدهم. والسلام عليكم ورحمة الله.